مش دي بس الحب اللي فرعوني. بينك وبين الحضاره المصريه اللي خلتك ترتبطي بآله فرعونيه قديمه؟ هلا يعني انا زي ما قلت لحضرتك الحظ ده يعني مشاني في سكه ان انا ابقى بعزف على اله الهارب، لكن انا شخصيا كمواطنه مصريه انا بحس انه ان احنا مقصرين في حته الهويه الفرعونيه دي. احنا عندنا مشكله في قصه الهويه، يعني احنا ما بنبقاش ساعات عارفين احنا مين، هل احنا حضاره بحر متوسط ولا احنا عرب ولا احنا فرعنه ولا يعني في لخبطه شويه في الحكايه دي. بس انا شخصيا بعتز جدا بانتمائي للحقبه دي من تاريخنا، وهي الحقبه الفرعونيه. بتشوفي ايه اللي بيميز الهارب عن غيره من الالات الوتريات بشكل عام؟ هو الهارب آله مش وتريه، لانه مش وترية؟ لا، لانه الـ 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 العائله الوتريه زي ما احنا شايفينها كده. طبعا اللي هي كل الالات اللي والكونتربازي كلها، كل الالات اللي بتتعزف بالقوس هي دي العائله الوتريه، زي الكمانجا والفيولا والتشيلو والكونترباس. لكن الهارب بنقول عليها آله نبريه، لان احنا بنعزف كده الحركه دي اسمها نبر. زي ما قلت حضرتك العيله الوتريه اللي هي كل ما بيتلعب بالقوس هو ده. ايه اللي فيه يعني، ايه اللي حببك في الهارب يعني رغم ان آلة اولا حجمها ما شاء الله يعني كبير؟ هو انا يعني من الشهور الاولانيه في دراستي، يعني انا طلعت على المسرح من بعد 8 شهور من بدايه العزف على الآلة، يعني اخر السنه الدراسيه كنت على المسرح. فجايز يكون وانا في السن الصغير ده وانا عندي 10 سنين، وبعدين لقيت نفسي طالعة على المسرح وبعزف قدام ناس كتير، فجايز التميز ده الطفل يمكن يكون بيحس بيه بشكل يعني بدري، جايز يكون ده اللي بيخلي الواحد ممكن يحس انه يعني يقدر يعمل حاجة يعني بالنسبة لآلة زي كده. جايز يكون هو ده كان جزء كبير من ان انا حبيت ان انا استمر في الموضوع ده، انه جايز الموهبة بنت من بدري، وطبعا الرعاية كمان، اذا كانت الرعاية اللي كانت في الكونسرفاتوار ساعتها ورعاية اللي في البيت. يعني على ما اعتقد ده جزء كبير من الموضوع.